صراحة كنحسفو لأنه بحال هاد الفترة ديال شهر يونيو مراكش كتكون عندها صورة أخرى، مراكش كتكون عامرة بالسياح، كيكون واحد الرواج اللي هو كبير، ولكن شاءت القضاء أنه ندوزو من هاد المحنة ديال كورونا، محنة اللي هي صعيبة ماشي غير على المدينة وإنما يعني على العالم كامل. أولا وتفعيلا للرؤية الملكية، الناس اللي خدامين لازم تكون عندهم التغطية الصحية الإجبارية مع إمكانيات الانخراط في التقاعد. لا يعقل أنه واحد خدام حياته كلها ونهار كيتعرض لشي منط ما يقدرش يتداوى ولا فاش يكبر وما يبقاش قادر على الخدمة، ما تكونش عنده لا روتريت وما يبقاش عنده مدخول. الحدث ديال اليوم للإعلان على برنامج التجمع الوطني الأحرار في المحطة الثانية وواحد تحول نوعي في ممارسة السياسة في المغرب. لما تم الإعلان عنه اليوم ليس شعارات وجمل رنانة لدغدغة عواطف الناس، هذا حصيلة ديال سنوات شاقة من العمل في الميدان والاستماع للمواطنين والمواطنات في كل جهات المملكة وفي مدن العمق، وبهدف الاطلاع على مشاكلهم وأيضا إشراكهم في صياغة الاستراتيجيات والبرامج. والكلمة العامة اللي كانت كتطلع في كل هذه الاجتماعات على امتداد الأربع سنوات الطويلة هو شعور المغاربة بالحضرة، وهذا الشعور يختصر الإحباط. الشغالين مع الأسف يشتغلون في القطاع غير مهيكل، ماشي هاد المليونين أو أربع ملايين اللي كاينة في الصندوق الوطني للتغطية الاجتماعية اللي كتمثل جميع المغاربة الشغالين. كانت اليوم المحطة الثانية ديال جولات حزب التجمع الوطني الأحرار في إطار مكتب سياسي مفتوح من أجل يعني تقديم مقترحات البرنامج السياسي اللي غادي ندخلوا به ان شاء الله الانتخابات التشريعيه والجماعيه والمحليه المقبله. كيف ما شفتوا الاجراءات او الالتزامات كلها مبنيه على قيم التماسك وقيم التضامن الاجتماعي. هناك التزامات عده، خمس التزامات، التزامات ديال الحمايه الصحيه وديال الحمايه الاجتماعيه، ديال التزامات الصحة، التزامات التعليم، التزامات التشغيل وطبيعة الحال الإدارة. اليوم تحدثنا على جوج ديال الالتزامات المهمة واللي هي الحماية الاجتماعية والصحة. في الحماية الاجتماعية كنتكلموا على عدد من الإجراءات التي نعتبرها واقعية، على رأسها دعم الأسرة المغربية ومواكبة الأسرة المغربية منذ إنشاء هذه الأسرة، أي بمعنى مواكبة النساء الأمهات الحوامل، مواكبة قبلية عبر دعم منح بقدر 2000 درهم للطفل الأول و1000 درهم للطفل الثاني، مواكبة لها شرط أساسي هو الفحوصات العمومية وأيضا التتبع الصحي للأم وللجنين، مواكبة أيضا عبر دعم الأطفال، الطفل الأول، الطفل الثاني ثم الطفل الثالث بقيمة 300 درهم لكل طفل، مواكبة أيضا ديال هاد الأطفال اللي هي مشروطة بتتبع صحي ولكن أيضا بالتمدرس في هذه الحالة. الإجراء الثاني كي يشمل مواكبة الأشخاص المعاقين، ونحن نعلم أن ما يناهز 5% من الساكنة المغربية تعاني من إعاقة سواء إعاقة بدنية أو إعاقة ذهنية. هنا كاين عدد من الإجراءات من أجل المواكبة، على رأسها الدفع بالتأطير ويعني رفع قدرات وتكوين المؤطرين والمهنيين في الإعاقة، وبطبيعة الحال رفع قدرات الجمعيات ذات النفع العام التي تشتغل في ميدان الإعاقة بميزانية تتجاوز أكثر من 100 مليون درهم. في نفس النهج هناك أيضا إجراءات أخرى كتعميم التغطية الصحية وكذلك حماية العاملين خصوصا في القطاع غير المهيكل. هنا كاين ورش ملكي جد كبير من أجل تعميم التغطية الصحية
نحن لا يعني ما كنتكلموش على الورش في حد ذاته بأكثر ما كنتكلموا على تنزيل هذا الورش عبر إجراءات يعني تكون ذكية ومقترحات صالحة للتنزيل. هنا كنتكلموا بطبيعة الحال على إدماج الشغالين في القطاع الغير مهيكل. نتحدث أيضا عن تعميم التغطية عند الجميع من أجل التقليل أو من أجل الرفع من قدرات الفئات المجتمعية الفقيرة جد فقيرة وأيضا المتوسطة اللي اليوم كتعاني من هشاشة خاصة سببها الأول والأخير دائما هو كلفة المرض. وأخيرا الإجراء الأخير للحماية الاجتماعية هو دعم الأشخاص المسنين اللي عندهم أكثر من 65 سنة بمبلغ يناهز 1000 درهم للشهر، وهو ما سميناه بمدخول الكرامة لأنه كي مرة أخرى يحارب ما يسمى بالحقرة ويعطي أيضا قيمة لهذ الأشخاص المسنين اللي هما عندهم قيمة جد كبيرة في المجتمع. يعني مشكل ديال قطاع الصحة ماشي غير مشكل ديال الموارد، ولكن الطريقة باش خدام هذا القطاع هي اللي خصها تبدل. مثلا مسار العلاج، مسار العلاج يعني خصو يتبدل. السيدة حنان الطبيبة معنا، أنا كتعرف هذا الشيء وكتعيشو، ومن بعد غادي تسمعوا يعني السيدة العلوي غادي تتكلم على هذا الموضوع. ولهذا حنا كنقترحوا جوج ديال الإجراءات اللي غادي تغير جزء كبير من هذا النشاط. أول حاجة هي بطاقة رعاية تكلمت عليها الباح، من كارت سمارت اللي يمكن تستعمل باش الناس يمشيو ويستعملوها بلاص ما يخلص، غادي يمشي دون نامبور كي لوبيتال ولا غادي يمشي يشري الدواء ديالو وغادي يخلص، والدولة عارفة بحال كيتقال، وكل واحد رعاية اجتماعية رعاية يعني لا كوبيراتيف سوسيال ديالها حتى هي اللي كتسير داكشي.